أسباب ما نحن فيه، لازم النظر في أسباب ما نحن فيه. فربنا قال قل هو من عندي أنفسكم الذي حل بكم من الجراح والقتل والدماء التي سالت وكسر رأس نبيكم شج رأسه وكسر طباعيته وبقر بطن عمه حمزة واستخرجتها امرأة كافرة، استخرجت الكبد امرأة كافرة أنذاك وتنضغ فيها بكل قوتها إشفاء لغلها بزعمها، أنتم تسببتم في هذا لأنفسكم. فلننظر فيما نحن فيه من أسباب الغلاء وأسباب التدهور الاقتصادي السريع في بلاد مصر وفي غيرها، وأسباب فصل رجال من العمل، أمم تفصل من أعمالها ومصانع تغلق وأسعار ترتفع، كل هذا يحتاج منا إلى وقفة. لا نتعامى ونكون كالنعامة تضع رأسها في الرمال تظن أن أحدا لن يراها، فتظن أنها ما دامت لا ترى أحد أن أحدا لن يراها. كلا، لا بد أن نفكر في الذي نصاب به، ما أسبابه، ما طرق علاجه. كل ذلك في كتاب ربنا على الإجمال وفي سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام على الإجمال، وثمة مواطن بأنواع من التفصيل.